الله يا عمنا الكبير، زي سعادتك انت معانا؟ معلش، ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ مبروك فخر العرب اللي انت حاطه على صدرك ده، والله ده حاجة محترمة. احنا كنا وبعدين مش فخر العرب بس، الحاجة الجميلة اللي عملها محمد صلاح انه محبوب من مليار و700 مليون ومن الاجانب نفسهم، من الانجليز نفسهم. ده حالة حالة غريبة. النهارده كان فيه ولد مريض شفته؟ وجايبينه، قال له، قال نفسي اقابله، وقالوا له نفسي نفسك اقابله. تقابل مين؟ قال لهم مو صلاح، يا محمد صلاح. ايه الجمال ده؟ لما يبقى شاب بسيط كده واستطاع من خلال كرة القدم انه يجمع القلوب حواليه ويجمع الناس حواليه وتحس بصدقه وبحنيته، تخيل لعيب كرة عنده حنية، عنده عاطفة، عنده ولاء، عنده مشاعر، ده شيء مش متوفر يعني فعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمحمد صلاح نموذج للشاب المصري العظيم اللي نفسنا كتير قوي يقلدوه. ده بقى اللي المفروض الشباب يقلدوه، كل واحد في مجال عمله يقول انا هأخلص عملي علشان اوصل لهذه الدرجة في مجالي، يبقى محبوب من اسرته، من العاملين وزملائه واللي حواليه، ويبقى حس انه بيدي صلاح لمصر اللي ناس كتيرة قوي ما عملتش ربعه الحقيقة. لا، محمد صلاح ده فخر لينا كلنا، وشوف قد ايه الناس بيحبوه في كل الدول، في كل دول العالم بيحبوه. فريق روما اللي هو هيلعبهم بيتكلموا عنه وبيقولوا له اهلا بيك في روما، ده انت ابننا. صحيح. لا لا بيقولوا له والله عايزين نقعد معاك شويه قبل الماتش. يعني ايه ده؟ يا ربنا يا رب يحفظك. هي حاله بتاعت ربنا يا استاذ احمد، حاله والله بتاعت ربنا فعلا، ربنا يحفظه. حاله استثناء كده بتاعت. على فكره في لعيبه، ما انت حضرتك عارف في لعيبه قبل كده احترفت ويمكن في نفس الدوري. ما هو ربنا يكفيك شر الغرور، ربنا يكفينا شر الغرور وشر الانا. الانا الانا دي ممكن تضيع ناس كتيره. اللي يحس انه حقق حاجه يطلع في النهايه ما حققش ولا حاجه. اللي يحس انه وصل للذروه وانه خلاص ما فيش احسن من كده عمره ما هيوصل لحاجه. انما صلاح كل ماتش بينزل، والله دلوقتي انا بتفرج على ليفربول، مش ليفربول عشان، انا والله بتفرج عليه والله كانه عشان مصر، وروما يا كان وروما يا استاذ احمد كنا بنتفرج، وروما وفيورنتينا برضو دي كنا بنتفرج عليه علشان حتى في بازل سبحان الله كنا بنشجعه. اقول لك حاجه، ده المقاولين والله لو حتى في رجع لعب، لو رجع لعب في كفر البطيخ هنرجع نشجع كفر البطيخ. لا لا، ربنا يزيده ويكرمه، واتمنى من الشباب المصري العظيم. انا بقول الشباب المصري العظيم ليه؟ لان صلاح مننا وشاب، فاذا الشباب المصري ده في قمم وفي طاقات وفي ابداعات. طيب تفرغوا للابداعات، تفرغوا للحب، للخير، للعطاء، انسوا اي مشاكل وحسوا بس بانك لما بتنجح بتنجح لنفسك ولاسرتك ولبلدك. بس هو الولد يعني، بلاش اقول الولد بقى لانه لا القيمه لا ده رأيك. القيمه دي انا بس اللي عاجبني في الموضوع يا استاذ احمد، انه زي ما قالت الاستاذ اثار الحكيم كده، واحنا بناكد على الكلام، انه لوحده والله لولا ارادته هو مكان، وابوه بياخده بايده ويلف بيه على النوادي. يا استاذ احمد انا اعرف الكلام ده كويس جدا، ياخده بايده ويلف بيه على النوادي، حتى لدرجه ان انا مره، وهو عمده البلد معانا على التليفون دلوقتي وسامعني، عمده بلدهم، بيقول لي مش اسرار لكن بيقول لي حاجات انا ببقى اتخيل والدي الله يرحمه كان بيعملها معايا وانا صغير. بس انا كنت في حته تانية، حته الاعلام وعايز اقرا كتير وعايز اروح المكتبات وعايز اروح مش عارف ايه. فالحاله بتاعت محمد، لا بقى. انت ممكن تقول للعمده، عمده البلد حاجه، لان عمده البلد ده صديق محمد وهو معانا على التليفون، تحب تقول له حاجه؟ بقول له مبروك عليكم، بقول له مبروك عليكم ابن مصر، ابنكم وابننا واللي رافع راسنا وكلنا. انا عايز اقول لك محمد صلاح ده بالنسبه لي
انت عارف الكوميديان اللي هو يقول الافيه في الصاله تقيس متهيص ولما يخرج بره المسرح الناس تبقى قاعده مستنيه دوره تاني. صحيح. محمد صلاح بقى كده بقى بالنسبه لنا البسمه والضحكه والفرحه والمتعه، اللحظه اللي بيمسك فيها الكوره حتى ولو ثانيه الواحد قلبه بيدق، الواحد بيحس بسعاده كبيره جدا. ايه ده؟ ايه العطاء والهبه الكبيره اللي ربنا اداها سبحانه وتعالى لهذا الشاب اللي اتقى ربنا سبحانه وتعالى فداله من وسع، قال له روح. ده اكيد ابوه وامه قالوا له ربنا يحبب فيه خلقه فحبب فيه العالم كله المليارات كلها، فربنا يزيده ويكرمه ويحفظه ويحفظه علشان يدي اكتر واكتر واكتر. العمده عايز يمس عليك. اتفضل يا حضره العمده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مبروك يا عمده. ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد، ربنا يخليك. مبارك علينا الاسرته الجميله اللي انجبت هذا البطل العظيم. ربنا يخليك. ربنا يعمر. انت سمعت كلام الاستاذ احمد يا حضره العمده؟ طبعا احنا استاذ احمد يعني شخصيه محترمه وشخصيه احنا بنعتز بيها طبعا، وفنان كبير وكلامه كده يعني تاج على راسنا احنا كمان يعني على راس اهل محمد واصدقاء محمد. ربنا يخليك يا استاذ احمد ودايما على خير، دايما على خير يا استاذ احمد. ربنا يحفظه ويحفظه ومبروك لمصر. واحنا النهارده بقى عيد اهو، فالشعب المصري كله سهران. استاذ احمد انت تعرف ان محمد كان زمان احنا بنتكلم دايما نقول ايه، الشعب العربي كله اجتمع على صوت ام كلثوم. الشعب العربي النهارده الحاجه الوحيده اللي بيجتمع عليها الشعب العربي كله هو حب محمد، على اختلاف وعلى اختلاف. حلو اللقطه دي. فالنهارده محمد يكفيه انه 104 مليون نايمين في سعاده وفراحه وفرحه، لو عملنا صرفنا مليارات الجنيهات علشان نبيت كل مواطن مصري فرحان، اعتقد مش هنقدر نبيت كل مواطن مصري فرحان زي ما حصل النهارده لفرحه كل مصري بابنها وبطلها واسطورتها محمد صلاح، انه يوصل بينا للحلم اللي كلنا حلمناه في يوم من الايام، انه يكون بس عندنا لاعب في الدوري الاوروبي احتراف حقيقي. صحيح. ولكن كون انه يكون محمد صلاح محطم الارقام ومحطم كل القياسات اللي موجوده في كره القدم في ظرف سنه، لما يخرج من انجلترا وهو بيلعب في تشيلسي وانا كنت ضد تشيلسي وانا قايل له هو يعلم الكلام ده كابتن محمد، وكنت نفسي في اول مره يروح ليفربول ولكن نصيبه كده، ويرجع يرد على الانجليز كلهم ويرد على مورينيو ويرد على انجلترا كلها ويقول لهم انا محمد صلاح، هو ده العزيمه، هو ده المصري الحق، هو ده الولد اللي فعلا بيدي يعني امل لكل المصريين. لازم كل واحد يجتهد وكل واحد يحاول يوصل للي هو عايزه هيحققه. محمد قال لنا كلنا ما نبطلش نحلم، وفعلا نحلم مثل المصريين ما نبطلش نحلم. في وجهات نظر بتتكلم على ريال مدريد وانه يروح لريال مدريد، وهي وجهات نظر وكلها جميله. انا شايف ان اللي هيعمله صلاح هيبقى هو الصح، انما لو خدت رايي هيبقى غير راي العمده. يعني انا اقول لا يفضل في ليفربول ملك متوج، العمده عايز كده ويلعب مثلا نفس الكلام. العمده نفس الكلام أنا بقى يعني بقول لو لا حلو انا كلمت الكلام ده مع الاستاذ جابر قبل كده يعني هو قالوا لنا اول امبارح بص يا استاذ جابر كان رشدي اباظة الله يرحمه زمان قالوا له تعالى مثل في فيلم عالمي، قال لهم وابقى ايه وزير عندكم؟ لا انا مالك في مصر. بالظبط انا مالك المنطقه. فهو مالك في ليفربول، خليك مالك كمان سنه. خليك مالك كمان سنه في ليفربول واللعيبه عارفه امتى والجمهور. ده انا لغايه دلوقتي مسجل له بتاع 30 40 غنوه من اطفال لناس كبار لفرق مزيكا بتغني باسمه. جنون بكره القدم. ما حصلش ده في العالم لاي لعيب اجنبي، ولا لورنارد ولا ميسي ولا لاي حد ولا كين ولا غيره. فانت
مش عارف، ده وجهه نظر يعني، ان احنا نحتفظ وجهه نظر حضرتك مظبوطه يا استاذ احمد، وانا اتكلمت فيها مع الاستاذ جابر وقلت فعلا انا النهارده يعني ملك منطقتي في الوقت الحالي بالزبط. لكن كره القدم بالنسبه للاحتراف الاوروبي مختلفه عن اللي احنا عايشينه، فبالتالي بس اقول لك حاجه يا عمده، سلعه سلعه بس اقول لك حاجه يا عمده، بس اللي هيعمله صلاح هيبقى هو الصح. قراره الله يكرمك. صلاح برغم ان هو ربنا شارح صدره فهيختار الصواب قراره ان شاء الله. يعني اعتقد كانك بتتكلم معايا وكانك قاعد معايا يا استاذ احمد فعلا. محمد ما اصبحش الشاب المصري او الشاب الريفي ابن بلدي اللي انا كنت بديله نصايح في مثلا في كام سنه، لا محمد دلوقتي بيدي نصايح لنا كلنا صحيح. وبيدي عظات لنا كلنا وبيدي عبر لنا كلنا صحيح. لكل صحيح. ولكل اللي عاوز يبقى حاجه في المجتمع اللي هو عايش فيه صحيح. فمحمد فعلا فكره عالي جدا جدا جدا، وان كان طبعا زي انا متفق معاك تماما ان هو الافضل له ان هو يستمر عام لحد ما يبقى وصل لمرحله اكبر من كده، وبعد كده يدخل ملك متوج على ريال مدريد او على برشلونه صحيح. وان كنت طبعا وبعدين ربنا يديله الصحه. يعني محمد صلاح لسه 24 25 سنه 25 يعني في لعيبه 33 سنه سنتين كمان وهيقعدوا، فهيبقى متوج على العالم كله بمشيئة الله ان شاء الله بمشيئة الله، وهيفرحنا كمان وكمان هو رفع سقف احلامنا لابعد مدى، وصلنا فضلنا خطوه انه يحرز احسن لاعب في العالم ان شاء الله، ودي ان شاء الله قريبه يحقق لمصر نتائج بكاس العالم ونوصل كاس العالم للمره الثانيه ان شاء الله. ان شاء الله ده مش بعيد على ربنا، وان شاء الله يكون محمد ثبت باذن الله لنا كلنا ان شاء الله ان شاء الله. ومبروك لمصر نجمنا الكبير معاك يا استاذ احمد، يتعلم ويبقى قدوه. طبعا بشكرك يا استاذ احمد، شكرا جزيلا. صباح الفل صباح الفل صباح حضرة العمدة حبيبي يا استاذ جابر، هتذبحوا الثلاث عجول بكره ولا ايه؟ برضو انا يعني ما بحبش اتكلم في حاجه زي دي. ما هو الراجل قال يا عم ان انت هتذبح الثلاث عجول بكره اهو، ده المصري اليوم نزل ان انت هتذبح عجلين، فمحمد فايد دخل معانا قال ثلاث عجول. لا يبقى محمد فايد، ولا ان محمد فايد مقرب من الحاج صلاح، وطالما الاستاذ محمد فايد قال كده يبقى الخبر اكيد. طب ما تجيب لي حته من الكبده بقى اجي اخدها منك. ماشي انا راضي انك حته من الكبده كده وانا نذبح افضل عجل حته من الكبده كده بس للبرنامج كله. حبيبنا يا ريس حبيبنا انت مبسوط يا نهار ابيض؟ مبسوط الفرحه ان لسه يعني البلد فرحانه ولا ناموا؟ طبعا طبعا. هو انت عارف انا يمكن كنت وانا بكلمك مع الاستاذ احمد بقول لك يكفي محمد صلاح انه نيم الشعب المصري كله بفرحه. الشعب المصري محتاج فرحه فعلا محتاجين والله حاجة. العظيم انا والله وانا بكلمك وحياه ربنا وانا بكلمك انا لسه كنت بقول من شويه وكاني بستقبل بنتي اول ما اتولدت. انا ما اعرفش الفرحه دي جايه لي ازاي، يعني فرحه كده جايه لي احساس حاجه كده جديده حصلت لنا في حياتنا مخليانا مهزوزين. شفتي مهزوزين والله والله ما انا عايز اشيل لك الترابيزه دي يا عمده بس مش عارف والله انا على قد يعني. حبيبي انا بقول لحضرتك شفت الطفل اللي كانوا بيكرموه اللي هو المريض. الطفل المريض ده شفت بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ امنيته ايه؟ امنيته ايه؟ يقابل محمد حالة حالة يا على الفخر يا على فنانة عصام الحكيم كانت معانا من شويه قعدت تدعي لمحمد دعاء كل اللي تعيته ربنا يبعد عنه كل شر، ربنا يبعد عنه الناس الوحشين، ربنا يبعد عنه. فتخيل انت بقى ده انت حتى مش الفنانين بقى والناس العاديين والناس البسطاء والناس الواتس بتاعي من اول ما قعدت على الترابيزه الناس كانت بتبعت لي على مشاكل، ما حدش بيبعت على مشاكل، اكتر من 300 واتس دلوقتي كله بيدعي لمحمد صلاح اللي انا قلت لك ايه وكلها ارقام ما اعرفهاش والله كلها ارقام. لا ده انا قلت لك حاجه، انا قلت لك ان محمد نيم الشعب المصري لاول يوم نيمه والله ينيمه والله كله مبسوط. علشان كده يعني ما حدش هيقول لك شكوى وما حدش هيشتكي لك. لا مفيش والله انا ما فرحان حتى نسى مشاكله، المواطن اللي كان بيبعت شكوى نسى مشاكله ونسى همومه في وسط فرحه. ربنا يخليك حضرة العمر وسعادتنا وبارك لك ومره كده بس نفسي اقعد مع ابوه، بلاش تصوير بلاش تصوير خالص. لا كده هتقعد مع والده. لا لا قول له جابر بس عايز يقعد معاك انا ممكن اتصور معاه بالموبايل بس لكن مش تسجيل. انا
دي لا دي سهله دي دي احنا بس. شرفنا باي وقت وانا انا اللي هدبر اللقاء ده مع لا لا قول له بس عايز استفيد منه انه ازاي انت يعني ايه شاركت في ان ابنك ده يبقى كده عشان ناخد تجربته دي لان انا طبعا انا ما اقدرش اقول له تعالى اقعد قدام الاعلام وقول للناس نعم. كذا كذا احتراما لمحمد نفسه وانا نعم. وانا حابب دي حابب ان اهله يكونوا معاه فاكر الكلام يا استاذ جابر اللي انا قلته لك قلت لك نسيب محمد يركز جدا ابعدوا عنه ونسيبه ونسيبه برضه ونسيبه وهنسيبه برضه وهنسيبه ونتكلم بينه وبين نفسنا هنا صح هيوصل بالحلم لنهايته هيوصل بالحلم لنهايته بس نتركوه صحيح. وبلاش الكلام والقيل والقال وندخله في متاهات والحاجات دي صح. محمد اصبح الفرحه اللي لا تفارق شفاء المصريين يا رب ان شاء الله باذن الله الماتش اللي جاي الاسبوع اللي جاي تقريبا الثلاثه او الاثنين او الثلاثه او الاربع باين مع الثلاث مع روما مش كده يكون نتيجه كويسه وباذن الله يحقق برضه نتيجه كويسه في هذا الاطار. يا حضره العمده انت شرف لينا والله يا حضره العمده والله شرف لينا شرف لينا شرف لينا بشكرك يا حضره العمده شكر جزيل. خلينا ناخد فاصل وارجع لحضراتكم.